كانت 39 قتال موجودة بقيادة الشهيد إبراهيم رفاعي. أنا كنت ساعتها في فرع بيجيب معلومات، وكان إبراهيم رفاعي بيجي ياخد مني المعلومات قبل ما يتحرك للعملية. في نفس الوقت كنت بمده إداريا للمجموعة كلها. كان إبراهيم رفاعي الله يرحمه، ورفعت الزعفران الله يرحمه، ومحي نوح موجود، وخليل جمعة، وسام حافظ، كل دول، لأن المجموعة 39 دي فرع من أفرع المخابرات وليس من الصاعقة. مثال صغير، كان بيقول لنا إبراهيم رفاعي الله يرحمه، على ما تشربوا الشاي أكون عملت عملية ورجعت تاني. يروح يفجر ذخيرة جوه، مخازن الذخيرة جوه، يفجر حاجات كتير، عمل حاجات كتير إبراهيم رفاعي، ما حدش يقدر يعمل حاجة زيه. كان بيشتغل بذكاء وحرفية، كان بيعدي يعمل عمليات بالليل. ابتدى في واحد بقى يبلغ على ما يجي يعدي بيبلغ عنهم، قنبلة انضربت واتفجرت ومات. إبراهيم رفاعي استشهد في الثغرة. تلقينا خبر وفاته بكل أسى، ولما رحنا له المستشفى ونكشف وشه لقينا وشه بيضحك.